أستاذة أماني بتقول عندنا سؤال، بتقول ما حكم الشرع في المراسلة بين الشباب والفتيات، علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟ يعني مراسلة بين الولد والبنت وهي بعيدة كل البعد عن العشق والغرام والفسق ومثل هذا الذي يحدث بين الأولاد والبنات، حكم المراسلة حكمها إن حدث فيها أمن وكانت قائمة على الاحترام المتبادل بينهما جاز، لا شيء في هذا. لكن إن غلب على الظن أن أحدهما يطمع في الآخر فهي محرمة، لقول الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض، وبالتالي لابد أن نغلق هذا الباب أمامهما، لأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. يبقى العبرة هنا بالكلام الذي يقال في هذه المراسلة، والعبرة هنا باليقين الذي غلب على ظنهما أنهما بلغا درجة كبيرة في العقل والتعقل والاحترام المتبادل والتحضر، وبالتالي لا يطمع أحدهما في الآخر ولا يسمع الآخر للآخر شيئا غير محمود وغير مقبول. إن كانت هكذا في جراء العمل أو المراسلة طبيعية لا شيء فيها إن شاء الله، أما إن خالت من هذه القيود فهي محرمة حتى لا نفتح للشيطان علينا سبيلاً.